حدث تاريخي في سوق السيارات شهدته ألمانيا، وهو أن مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة تجاوزت للمرة الأولى مبيعات السيارات التقليدية في شهر ديسمبر الماضي. هذا جزء من تحول كبير يحصل عالمياً، إذ وللمرة الأولى باتت السيارات الكهربائية تشكل واحدة من كل 10 سيارات جديدة تباع حول العالم. هذا نتيجة للنمو الهائل لمبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 68% في 2022، لتصل إلى 7,800,000 سيارة وفقاً لأمس أوتوموتيف وEVVolumes.com. فما هي الأسواق الأكبر للسيارات الكهربائية؟ الصين تقود الطفرة، إذ تضاعفت المبيعات تقريباً من 2,700,000 سيارة كهربائية في 2021 إلى 5,000,000 في 2022. تخيل أن واحدة من كل 4 سيارات باعتها فولكس فاجن في الصين العام الماضي كانت سيارة كهربائية. أوروبا تأتي في المرتبة الثانية بنحو 1,500,000 سيارة كهربائية جديدة في 2022، ومن ثم الولايات المتحدة بنحو 807,000 سيارة. السيارات الكهربائية شكلت 11% من إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا، و 19% من إجمالي المبيعات في الصين، مقابل 5.8% فقط في الولايات المتحدة. هذا التحول نلاحظه أيضاً لدى الصانعين، ففي ألمانيا أكبر سوق للسيارات في أوروبا، استحوذت السيارات الكهربائية على 25% من إنتاج السيارات الجديدة العام الماضي. وفي حين شهد عدد كبير من مصنعي السيارات انخفاضاً في إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، حافظت مبيعات السيارات الكهربائية على معدل نمو قوي جداً. BMW مثلاً سجلت انخفاضاً بنسبة 5% في إجمالي المبيعات، إلا أن مبيعات السيارات الكهربائية لديها قفزت بأكثر من الضعف. هل تفكر جدياً بأن تكون سيارتك التالية كهربائية؟